ماما تزعق قدام الناس. بس اكو شوكولاتة العيد والعيد ما جاء. الخاتم هدايا العيد عند الباب صحيح؟ وفي اشياء كثير هنا لل... يلا يلا والله شوفي كيف الحوسه. لقينا شيء جوا. شيء كنت ادور عليه من زمان. حق الشعر. ماما مسح بالجب. ماما لا غبار غبار مره غبار مره كثير غبار. طبعا الحين بمسح حط العطر عشان ماما ما تكفخني. تخيل قاعده امسح حط العطر. ما اعرف شو الفضاوة هذه لمسح حط العطر. ماما مين بيجي يمسك العطور يا ماما؟ عشان نفسك. مو عشان نفسي ما ابغى عادي ما فرقت صراحة. لا مو تقول عندك حساسية. ماما سوت لي 1-0. وكتر بيفوتني و وكتر بيفوتني و بالله شوف ماما طقطق علي عشان هذي والله حلوة رب الكعبة حلوة. طبعا عندنا هنا اطقم بازل بنات هذا السنة عطور العيد هاي مرطبات ماما مو تقولي هذا ايش مرطب شفايف. السنة هذه عطور حق العيد من بازل من جد بنات عطورهم رهيبة. الله ما خلاص تعبت والله ما برتب شيء استغفر الله. شوف لقيت ايش خلنا نقرا رسالة من رهف إلى جميلة. أحبك موت أحبك موت أنت حياتي أنت عمري وروحي ودي. هاي صورة رهف. دق دق المطر. رهف إيش تبغي؟ شوفي السنة هاي فوق الجارة. يلا هذي مهوسة مهوسة ماني مهوسة بوريكي شيء. يلا إيش شوفي إيش يا الله هذا حتى مستحيل. من رهف إلى جميلة أحبك موت. كم لايك ورسالة على الستريم؟ عمري وروحي. يا الله وربي والله هاي كلام كبير ترى كلام كبير الله. يلا طيب من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة. إيش كمان أرتب ماما؟ خلاص رتبت قسم العطور. إيش كمان؟ الصحتية. حط العطور مع العطور الزيوت مع الزيوت. ما في زيت إلا زيت واحد ماما. بخاخات بخاخ شعر مفروض عطور بخاخات الجسم تحت. الله بخاخات الجسم ماما. انت مليان ماما تزعق قدام الناس. نفع ايش وليش؟ طيب انا عارف انه مليان عشان كذا ما ابغى ارتب ماما. ديكات حق الخلاص حط خلاص والله يا ماما دكو. خلاص بدينا نرتب قسم الميك اب قاعد احط فيه له الاشياء. هنا حطينا كل اللوس باودر والفونديشن والاشياء هذه حمرت الباقي ذهب القليل وبقي الكثير. مش كمان باقي من هنا مو راضي يترتب مرة مرة مو راضي مو راضي تسوي ايش الشيء ماما لسه باقي كثير. احلى شيء يوم اكتشف الوان رهيبة. تخيلوا اكتشفت عندي محدد انا اشوف محدد شفايف ما قد استخدمته لونه رهيب اشتريته من تركيا. الحين لما جربته قلت يا ليتني اشتريت منه 5 ورب الكعبة 5 ما ادري ارمي خلاص. احط الخواتم حقت شيئين الجديده كلها في احطها كذا رصه لانه في خواتم من قبل فخواتم شيئين كلها بحطها مع بعض. تخيلوا قاعده اقول لي ماما ارمي هذه لا قالت اذا مصديه وفيها ريحه مراجيح ارميها. ايش السر يعني ريحه المراجيح؟ ريحه الحديد يعني. ما شاء الله الله يسعد ماما. شوفوا يا بنات شوفوا كيف شوفوا تحت شوفوا كيف كان وكيف صار. اقسم بالله انه يعني انا ببكي بروح ابكي واجي تقولي روحي ابكي ماما واضح حاقد علي. شوكولاتة العيد يلا نزرف شوكولاتة العيد كذا اخرجي احلى زرفة عيني عينك بعد ما اخلص
هذا بالعيد ما جاء جالسة أكل شوكولاتة العيد، والله لو ماما دريت تم الذبح. بس والله من جد أكثر شوكولاتة من جد نحبها كل عيد، لازم كل عيد نجيبها شوكولاتة، أتوقع شوكلاين ما أدري إيش اسمه، بس إنه هذا محل كل سنة نجيبه، أتوقع كل الناس يجيبوه زينا. حذروا فزروا، هعمل إيه دلوقتي؟ بفرزن صور العيد، بصور كذا الميك اب وأشياء عشان في نفس اليوم خلاص بس كذا ننزل الصور. يعني صراحة وقتها بكون كذا مرة كذا مرة مربوشة حكون، فبصور الميك اب وشوي بجيب الفساتين وصورها كمعام وشاك الشوخي. فيلا يا ما ادري ايش الاضاءه كذا. رحنا الصالون عشان خلاص نطلع كل تعب رمضان، بروح ادلع يدي عشان انا تعبت كل يوم كل يوم كل يوم كنت ادلك النحاس وكل نسوى نظف وطين هاي. بروح الصالون الحين، يلا اتس تايم. طبعا بنات هذا هو الصالون حقي اللي انا دائما اجيه وكلكم سالتوني عليه، اسمه شو يور بيوتي في مكه في الخضره، في له كذا جليتش عروض لا نهائي، فالحين بسوي بديكير ومانيكير. ماما فكري باب طيب. الحين بنسوي اظافري، انا جت معايا اظافري قد وريتكم، هي دهارة حلوة الاظافر. Do you like my nails? Yes. Yes? Yes, yes. Thank yes. you. الحين ماما قاعدة تسوي ايش؟ قاعدة تسوي ديكير ومانيكير. جينا سوق الذهب نشتري هدية لماما، انا هذه المرة بشتري هدية لماما بفلوسي. الخاتم الخاتم شوف بوريهم بوريهم، شوفوا لقيت خاتم، تغير المال نفس المكان. هو لقينا هذا احس مره حلو كذا وكيوت زي الشوكر، احسه كويس. احنا اخترنا بين هذا وفي واحد كان كذا كبير بس ما ادري خلاص. ولنا يعني اشتري هدايا عيديه على طار كذا، بس هذه المره خلاص قلت ابغى اشتري ذهب. قط وقط بس سودا هذا اكيد بس بيت. امي يلا سباق سباق يلا كرم، يلا سباق سباق يلا انا وانت يوصل واحد يوصل فايز. يلا واحد يلا حمار ما يترك، يلا واحد اثنين ثلاثة. حمار صدقت انت حمار، ذهب ولم يعد في مخالفات 40,000 ما يقدر يسددها. من هو؟ بعدين يتلفزع راح يحددها مين؟ حقت اخوك هذا عنده مخالفات 40,000؟ هذا 40,000 يا ابوي، هذا بيسقع من السيارة. الحبة طالعة اليوم تحس بالعيد بكرة مضيع. يوتك ذمي من ان وين ام باك ان شي افيل ما تغني مع او صح رمضان حرام حرام رمضان رمضان النحتة النحتة خايسة من جد؟ ايوه طيب فجأة كذا الاقيه معايا طالع جنبي الشمس، روح جيب الشحن وتعال شمس الشمس الشمس شوف مرة تغطيت والله تغطيت والله النظارة ما تسوي شيء ابو كلب ولد ما قال لك اني عصبي ما اضحك. كم عمرك انت؟ هو في اشياء كثير هنا شوفوا في فعاليات كثير بس هذه كيف؟ بس في توزيعات حلوة مرة ليش خذيها؟ كيف طريقتها؟ ما ادري بس خذيها حلوة بس اي شيء؟ اشوف اسمع مفتوحة مفتوحة شوف الله كيوت خذيها خذيها هذا حبة 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 دحين خلاص بنبدأ نجهز توزيعات العيد.
عندنا هنا كذا اشياء مشكل، عندنا حلويات، شبسات، اشياء واكياس بنحطها كلها كذا توزيعات. هذا من يجون الناس صح؟ لما يجي الناس يعيدوا علينا بنعطيهم هي هدايا. يلا البزور. جماعة شوفوا ماما زعلانة عشان قاعدة احط في الكيس الواحد حلاوتين، وخلي نحط للناس خلي يفرحوا ينبسطوا. هذا بس مقطع الجاية، شوفوا حلوياتكم. شوفوا بدينا تجهيزات الكبار، بنحط عطور. طيب اذا بيوتي سكريتس راح اخذنا كذا عطور كثير، فراح نحطهم في الكيسة. في برضو اللي اول وريتكم هي اللي زي كذا وتحطوا جوتها اخراس الحلقان هذه كذا. بعد ما قفلنا هذه ذكرنا ان ما حطينا هذه الاشياء اللي زي التلوين، فبنرجع ندخل ان شاء الله تدخل. حشرتها هاويل والله، دخلت حشرت امها كذا جوا. الحين اقفلها بس ابغى اطلع الاشياء. هذا الكيس احط له هو فيه، نفس البراند جايبين معاهم اكياس عشان اقدر احط الهديه جواتها كويس. هو الكيس فاضي الحين بس الحين بحط فيه الاغراض. طبعا شوفوا هذا هو البراند، براند هورسز. بنات اول ان قلت طلبت من عندهم هودي وجاكيت مره كانوا حلوين، فاشتريت هذا كرم زي طقم مع الهودي. بنات يجنن، ينفع للشتاء بشكل مو طبيعي. يعني مجد مره احسه كان ينفع يكون هديه الكرم، لانه كرم ما عنده يعني عنده بس مو كذا. شوف الهودي عليه نفس الشعر حق البراند، في كاب. جوده القماش ترى تجنن يا بنات. انا اصلا قد كنت طلبت له من شيئين، هذه اللي زي الاضاءه يحطها في عند السوني، وهذه اللي يلصقها على اليد والبلاي ستيشن. في هذه كمان حقت اليد، حقت الازرار اللي تك تك تك. ها دقيقة حطه جوا كيف؟ اوكي شوفوا دخلت خلاص. ابغى احط كمان هذا شو اسمه اللوغو كذا عشان يعرف انه في كذا من براند. وهذا تورطت فيه ماني عارفه كيف احطه، مره ما كفى المكان، شكلي بحطه في كيس ثاني ما دام انه فيها كاس كثير. احس مو مستاهل الوضع اني اخذ كيس ثاني، بس يلا. شوفوا فين بدسه، بحط ورا الاكياس هذه، لانه هذه يعرف انه اللي حيجي عنده، لكن لو شاف كذا مره حيثير الشكوك. اعرف اخوي ملقوف. في كيس اخير خلاص ما ادري فين اصرفه، بحطه في غرفه ماما. هدايا العيد، خلاص هدايا العيد جاهزه. في كذا اشياء كثير، هذا بس اللي بناخذها معانا في ليله العيد. حنوريكم التوزيعات. شوفوا هذه فكرتها كيف. هذه وراتكم هي بمشاريع شئن رهيبه كذا، كشوخي من الشوكولاتات الاشياء. وهنا عندنا توزيعات من يجون الناس. شوفوا هذه كيف. هذه الاول صورت لكم هي اللي كذا كانها عطور من جوا وكذا من برا، مره حلو بنات. هذه بنعطيها للكبار. تك 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 ترجع مكانه. هذا البخاخ نبخه على المفارش بنات، ادمان. بعد ما صورت لكم هو اخر مره حق لما صورت لكم انبوكسنج لاشياء بازل بنات، يجنن ريحة بودا، الريحة مرة حلوة. فكذا آخر شيء نبخ. وبكذا خلصنا تجهيزات العيد، إن شاء الله أجيكم في أول يوم عيد وأصور لكم فلوق وكل شيء ننبسط سوا. واستنوا ترقبوا الفيديو بكامل الحماس، ويلا مع السلامة.